إلى الأخ معمر عبد المنيوك من الجماهيرية والأخوية ليبيا بالضافي، لقد تبعت حوارك الأخوي عن المشاغبين تحت تأثير حبوب الألوسينوجية في جماهيريتك الأخوية ليبيا. أتيت إليهم طالبة هذه الحبوب الألوسينوجية، فقالوا لي لا حبوب في حوزتنا، لا حقوق لدينا، ولا خبز، ولا أماكن لدفن الآلاف من موتانا. فأسألكم يا أخ الأخوي المنيوك قدافي، أنت في طرابلس، أنا هنا، فإذا أخوك البوشر أين هو؟